السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر اكتشف KG1 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول بيبر جاردن او الحديقة الورقية، حديقة مصنوعة من الورق، في المحور الرابع communication يعني التواصل او الاتصال. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. وانهينا المرة اللي فاتت شرح page 59 او صفحة 59، ونشرح النهاردة page 60 او صفحة 60 وعنوانها my best habitat. My best habitat يعني موطني المفضل او الافضل. best يعني افضل، يعني اللي هو احسن حاجة بنقول عليها best. My best habitat، الموطن بتاعي الافضل. فهنا بيقول لنا predict يعني تنبأ. How many seeds كم عدد البذور. Will grow يعني سوف تنمو. In each cup في كل كوب او في كل كوب من الكوبايتين دول. فهنا يا اصحابي بيقول لنا، طبعا احنا عارفين ان اي نبات بيتزرع عن طريق حاجة اسمها seeds او البذور اللي احنا بنحطها في الارض وبتبقى موجودة، وبعدين بينزل عليها المية وبتشربها وبتنمو وبتاخد الغذاء بتاعها من التربة او من السويل اللي هي موجودة فيها علشان تنمو وتكبر ويطلع منها النبات. دي اسمها seeds او بذور. فانا افرض ان انا اديتك 5 بذور او 5 seeds وقلت لك خد البذور دي وازرع لي 5 في الكوب اللي فيه الرمل بتاع الصحراء ده، و5 تانيين ازرعهم في الكوب اللي فيه الطين بتاع الفورست او الغابة ده. فانت عندك دلوقتي 2 كوبس او كوبايتين. الكوباية الاولانية او الدلو الاولاني في الرمل بتاع الديزرت او الصحراء، والدلو التاني في المود او الطين الخاص بالفورست او بالغابة. فانت هتحط 5 سيدز في الاولاني و 5 سيدز في التاني، وهنحط عليهم مية علشان نزرعهم. فانا بيقول لك تنبأ. predict يعني تنبأ، يعني توقع، يعني قول لي انت بتتوقع ايه. how many seeds كم عدد البذور. will grow يعني سوف تنمو. in each cup في كل دلو او في كل كوب من الكوبايتين دول. فهنا بيقول لنا في اول صورة اللي هي فيها الفورست ساند او الرمل بتاع الصحراء ده، بيقول لك before يعني قبل. I think انا اعتقد، وهنا نكتب هنا 5 طبعا 5 seeds will grow، ان الخمس بذور اللي انا حطيتهم will grow. انا حطيت الخمس بذور في الرمل بتاع الصحراء ده في الكوب الاولاني ده، وانا كنت بعتقد ان ال 5 seeds will grow، ان الخمس بذور دول هينمو. later يعني لاحقا، يعني طبعا بعد كده. كام بقى seeds grow، كام بذرة من البذور دي نمت. فاهم؟ احنا ممكن مثلا نقول واحدة بس هي اللي نمت، مش كلهم طبعا، لان ممكن يكون فيهم نبات من النباتات اللي بتتزرع في الصحراء عادي، زي ما احنا شفنا في الدرس اللي فات ان الصحراء ساعات بيطلع فيها نباتات. فممكن يكون في الخمس بذور اللي احنا حطيناهم دول بذرة واحدة خاصة بنبات ممكن يطلع في الصحراء. فهنكتب هنا 1، لان طبعا الصحراء مش مكان بيتزرع فيه كل الحاجات، ومش مكان بيقبل ان هو يتزرع فيه كل حاجة، فبالتالي صعب جدا ان احنا نزرع فيه نبات من النباتات الا لما يكون النبات ده ممكن يتزرع في الرمل ومؤهل، وربنا خلقه ان هو ممكن يتزرع في الرمل. فهنقول ان ممكن هنا في بذرة واحدة بس نمت من الخمس بذور، يبقى نقول later، وهنكتب هنا 1 seeds grow. one seed grow يعني بذرة واحدة هي اللي ايه اللي نمت من الفايف سيدز. طب في الصورة التانية الفورست
وطبعا السويل بتاعت الفورست او التربة الخاصة بالغابة موجودة في الكوب ده. وهنا بيقول لنا before يعني قبل، I think، وهنكتب برضو ال 5 seeds اللي احنا خدناهم في ايدنا. 5 seeds will grow، انا في الاول اعتقدت ان 5 بذور هينمو. later بعد ذلك، المفروض ان كام seed بقى نمو يا اصحابي؟ 5. ممكن يكون كلهم نموا بشكل عادي خالص، لان الغابة او الفورست مكان بينمو فيه نباتات كتير جدا، فاحتمال ان الخمس بذور ينمو احتمال كبير جدا. فبالتالي later بعد ذلك 5 seeds grow، الخمس بذور كلهم نمو زي ما احنا اتفقنا مع بعض. وبالتالي نكون عرفنا معلومة جديدة عن من البيج دي، ان طبعا الارض او السويل بتاعت الديزرت غير السويل او التربة بتاعت الفورست، وبالتالي الزرع اللي ممكن يتزرع هنا غير الزرع اللي ممكن يبقى موجود هنا، وبرضو الديزرت او الصحراء احتمال ان النباتات تكبر وتزرع فيها احتمال ضعيف مش احتمال كبير، لكن الفورست على عكس كده خالص، التربة بتاعتها غنية وجميلة ومع ربنا خلقها علشان يطلع فيها نباتات كتيرة، فاحتمال ان النباتات اللي تطلع وتتزرع فيها احتمال اكبر بكتير. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 61 او صفحة 61 وعنوانها Plant Part Sort. plant يعني نبات، part يعني جزء، وsort يعني تصنيف. زي ما عرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه تصنيف، يعني نحط كل نوع من الحاجات او كل صنف من الحاجات اللي قدامنا لوحده، بحيث ان احنا نبقى عارفين كل نوع من الحاجات اللي موجودة قدامنا لوحده. ده اسمه sort او تصنيف او sorting او تصنيف. فهنا بيقول لنا يا اصحابي ان هو مدينا مجموعة صور للنباتات معينة. المجموعة بتاعت الصور دي كل صورة فيها جزء من اجزاء النبات، فاحنا عايزين نعرف كل جزء لوحده ليه كم صورة. ده اسمه sort او تصنيف. فاحنا عندنا هنا 8 pictures او 8 صور، فيهم في كل صورة منهم جزء من اجزاء النبات. بيقول لنا هنا اصحابي count يعني عد، to tell لتخبر، how many كم عدد، of each plant part كم عدد الصور الخاصة بكل جزء من أجزاء النبات، you found أنت وجد. يبقى هنعد كل صورة خاصة بكل جزء معين لوحده. يعني لو عندنا مثلا أجزاء النبات زي ما احنا عارفين هما 4 parts أو 4 أجزاء، زي ما احنا شايفين في اخر الصفحة من تحت، ادي صورة للنبات والاجزاء بتاعته الاربعة. اول جزء فيه اللي هو الفلاور او الوردة او الزهرة بتاعت النبات. تاني جزء اللي هو الساق اللي هو stem او ساق، شاطرين. فتاني جزء ده الساق اللي هو العود الرفيع ده. تالت صورة فيها الأوراق بتاعت النبات أو leaves أو الأوراق بتاعت النبات، شاطرين. وآخر جزء الخاص بالجذور، الجذور اللي بتبقى ماسكة النبات في الأرض وبتمتص له المية والغذاء من الأرض أو من التربة أو من السويل. الجزء ده اسمه الجذور. جذور يعني إيه يا أصحابي؟ roots أو جذور، شاطرين كلكم. فاحنا عندنا اربع اجزاء زي ما احنا شايفين قدامنا، الفلاور والستم والليفز والروتس. عايزين نعرف كل جزء من الاجزاء دي موجود في الصور كام مرة. اول جزء اللي هو الفلاور، في عندنا في الايت بيكتشرز دول او في الثمان صور دول كام فلاور؟ هل يا ترى ده فلاور؟ نو. شاطرين. هل يا ترى ده فلاور؟ نو. هل يا ترى ده فلاور؟ نو. هل يا ترى ده فلاور؟ نو. هل يا ترى ده فلاور؟ يس. شاطرين. ادي اول وردة او اول فلاور. هل يا ترى ده فلاور؟ نو. هل يا ترى ده فلاور؟ نو. هل يا ترى ده فلاور؟ نو. يبقى احنا عندنا كام فلاور يا اصحابي؟
one. One flower. يبقى هنكتب هنا جنب الflower one. طب عندنا هنا في تاني جزء اللي هو الستم. الستم أو الساق. في عندنا هنا ده استم يا أصحابي؟ No. ده استم يا أصحابي؟ Yes. أدي أول استم. أدي one. ده استم يا أصحابي؟ No. ده استم يا أصحابي؟ Yes. Yes. ده تاني استم أو تاني ساق. ده استم يا أصحابي؟ No. ده استم يا أصحابي؟ No. ده استم يا أصحابي؟ No. وده؟ No. يبقى احنا عندنا تو استم أو صورتين من صور الساق، فهنكتب هنا تو. تالت جزء اللي هو الليفز. الليفز أو الأوراق بتاعت النبات. هل يا ترى هنا عندنا كام ليف؟ دي ليفز يا أصحابي؟ No. 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 طب ودي؟ Yes. Yes. أدي أول ليف. طب ودي؟ Yes. تاني ليفز. ودي؟ Yes. تالت ليفز. يبقى عندنا 3 ليفز أو 3 بيكتشر ليفز، فهنكتب هنا جنب الليفز كام يا أصحابي؟ 3. يبقى هنكتب هنا جنب الليفز 3. واخر حاجة اصحابي الروتس. الروتس او الجذور. هل يا ترى دي روتس يا اصحابي؟ Yes. ادي اول روت. طب هل يا ترى دي روتس يا اصحابي؟ No. هل يا ترى دي روتس يا اصحابي؟ Yes. Yes. يبقى عندنا تو كمان. هل يا ترى دي روتس يا اصحابي؟ No. هل يا ترى دي روتس يا اصحابي؟ No. هل يا ترى دي روتس؟ No. هل يا ترى دي روتس يا اصحابي؟ No. هل يا ترى دي روتس يا اصحابي؟ No. يبقى عندنا تو pictures of roots أو صورتين من صور الجذور، فنكتب جنب الروتس هنا تو زي ما احنا شايفين قدامنا. وكده احنا عملنا sort أو صنفنا كل plant part أو كل جزء من أجزاء النبات لوحده. كان عندنا one flower، كان عندنا two stem، كان عندنا three leaves، وكان عندنا two روتس أو صورتين من صور الجذور. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 62 أو صفحة 62. وعنوانها analyzing. analyzing يعني تحليل، يعني نحن نقعد نحلل الحاجة بعنينا ونشوفها ونشوف كل جزء صغير فيها بعنينا. a picture يعني صورة. analyzing a picture يعني تحليل الصورة. وزي ما قلتلكوا قبل كده أصحابي إن أي بيج عليها علامة الآي دي المفروض هنستخدم فيها عنينا جامد قوي، ونتعلم فيها عن طريق إن احنا نلاحظ الصور اللي موجودة فيها بعنينا، عن طريق الملاحظة، عن طريق الأوبزرفيشن. فهنا هنستخدم عينينا زي ما احنا اتفقنا، وهنعمل analyzing a picture. هنحلل الصور بعنينا ونشوف الأجزاء بتاعتها والتفاصيل بتاعتها كويس قوي. بيقولنا هنا يا أصحابي use استخدم the pictures below. the pictures below الصور اللي موجودة بالأسفل. to answer. to answer لتجيب. the question. the question السؤال. do all plants. do all plants هل كل النباتات. grow in the ground. grow in the ground بتنمو في الأرض، يعني لازم النباتات تتزرع على الأرض علشان تنمو فيها. ground يعني الارض، الارض العاديه اللي احنا بنمشي عليها. فمره تانية بيقول لك do all plants grow in the ground. هل يا ترى كل النباتات بتتزرع وبتنمو في الارض اللي احنا على الارض بس، في الارض بس؟ وعندنا 3 pictures او 3 صور. اول صوره لشجره كبيره موجوده في الفورست او في الغابه، وتاني صوره لورود معينه طالعه في وسط الميه، ماشية في وسط مية خاصة بنهر أو بحيرة وبتنمو فيها. وتالت صورة فيها قصيص زرع كبير موجود جنب ويندو بتاع بيت معين، والزرع ده مزروع. فهل يا ترى احنا شايفين ايه يا أصحابي؟ ينفع فعلا كل النباتات ما بتطلعش غير في الجراوند بس؟ كل النباتات لازم تتزرع في الجراوند أو في الأرض، ولا ينفع تتزرع مثلا في مية أو تتزرع في قصيص زرع؟ Do all plants هل يا ترى كل النباتات grow in the ground؟ No. No. شاطرين.
نو ليه؟ لان طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا في نباتات ممكن تنمو في وسط المية عادي خالص، وبيبقى الجذور بتاعتها او الروتس بتاعتها ربنا خلقها لها تخليها تعوم بيها وتسحب من المية الحاجات اللي هي عايزاها. وفي كمان بلانتس تانية ممكن تتزرع في قصيص زرع موجودة هو على ويندو او على شباك او في بلكونة، مش لازم تبقى in the ground، مش لازم تبقى في الارض. فهنكتب جنب السؤال ده no، لا، لان فعلا مش لازم كل النباتات تتزرع في الجراوند او في الارض. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.